في إطار تحدي نساء للرجال لاعبات كرة القدم بالأردن، قررنا تحقيق رقم قياسي عالمي جديد لإبراز أهمية المساواة بين الجنسين في ممارسة الرياضة. ففي أخفض بقعة على ظهر الأرض وبالأدق في منطقة غور الصافي قرب البحر الميت، نظمت مباراة كرة القدم للنساء، إلا أن جمهور الرجال كان الأكثر. أرى أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية عظيمة، لأنها تلهم الجيل القادم من اللاعبات، ولذلك فالخروج بالنسبة لنا يمكن أن يلهم الجيل المقبل لأن يصبحن لاعبات رياضيات، وهذا شيء سحري. وتم تنظيم المباراة من مبادرة المساواة في أرض الملعب، وهي منظمة دولية لا تهدف للربح وتسعى للمساواة بين الجنسين في فرص ممارسة الرياضة، لا سيما في المجتمعات المهمشة. ويوضح الموقع الإلكتروني للمنظمة أن المباراة جاءت في إطار تحدي رحلة عبر الأردن، والتي تستمر 12 يوماً للتحدث للمجتمعات المحلية بشأن أهمية انضمام النساء لممارسة الرياضة. إحنا نلعب أخفض مباراة كرة قدم في العالم، هاي كمان دليل قوي على إنه نفرجيهم إنه إحنا صحيح لعبنا على وحدة، وهلأ رح نلعب أخفض وحدة ورح نكسر اللي بينهم كمان، عشان يشوفوا إنه إحنا ما عملنا إشي ووقفنا. إحنا مستمرين لدعم كل بنت، وأنا كبنت أردنية عمالي بحكي باسم كل البنات الموجودين الأردنيات هون إنهم لازم يلعبوا، إنه فيش إشي يوقفهم. شعور كتير حلو، يعني شعور إنه تلاقي أنا تجربة مثلاً، تلاقي مرة أول شيء إنه مرة، ومثلاً أرض الملعب يعني مساواة بين المرة والرجل، كان هذا الشيء كتير مهم يعني، وأخفض بقعة بالأرض مثل ما بيقولوا كمان هذا الشيء كان كتير مهم وتجربة كتير جريئة. اللاعبات المشاركات بالمباراة كان قد سجلنا رقما قياسيا عالميا جديدا بموسوعة جينيس بشأن لعب مباراة مماثلة، لكن بأعلى بقعة في العالم تلعب بها مباراة لكرة القدم على جبل كليمنجارو في تنزانيا.